ألو، مرحبا معلم، كيفك؟ هلا بالغالي، الحمد لله تمام. شو اخبارك؟ والله يا شيخ، الأخبار ما بتطمن بخير بخير. ليش هيك صوتك؟ معلم. تخيل فنشوني من الشركة بس لأنه قال الذكاء الاصطناعي عم بيشتغل أحسن مني بعشر مرات. والله جد العمل. طيب، كلاتنا بنفوت على النت فجأة 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 هيك فتت على الفيسبوك ما لاقي غير بوستات بعد تجربتي 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 من شان الله. الله أخي، بالنسبة للذكاء الاصطناعي رح أقول لكم خلاصة مثل ما وعدتكم. هذا البرنامج هو في قلبه شيء اسمه محاكي آلي بوت، حلو؟ اسمه ميجرني، بنجيبه من الديسكورد. هلا بعد شوي رح اعلمكم كيف. قال هاد بتروح بتفوت عليه بتحط له كلمه سلاش ايماجين، يعني تخيل خليك معي. شو بتروح تساوي؟ بعد ما تحط له اول جزء اكتب له التخيل تبعك. ايوه بعد ما تكتب له انت التخيل تبعك، على سبيل المثال تكتب له سلاش ايماجين ريد كار كذا 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 الى اخره، تكتب له مواصفات هي السياره تبعك الايماجينيشن تبعك. فهو شو بيعمل؟ قال هو عباره عن اونلاين بوت. قال بيروح بياخذ لك كل شيء معلومات بيدمجهم بهي الافكار اللي انت حطيتها، بحاول يعطيك شيء اسمه اوتبوت. يعني هي العمليه كلها عباره عن انبوت اوتبوت. هذا الاوتبوت فيه له فاريشن يعطيك اكثر من نتيجه. يعني الذكاء الاصطناعي ما له ذكي كفايه لحتى يعطيك نتيجه واحده تعبر لك تماما عن الايماجينيشن تبعك. هو اذكى بكثير، بيعطيك اربع نتائج. للاسف والله العظيم للاسف بيعطيك اربع. خلونا نكمل. anyway. قال شو؟ قال الذكاء الاصطناعي رح ينهي كثير من الوظائف بالعالم، خصوصا المهندسين المعماريين او تبعات جامعه الجرافيك ديزاين. قال رح يجي هذا الذكاء الاصطناعي يوما من الايام، شو لما تدخل له انت معطيات تعطيه ارقام يطلع لك فعلا اوتبوت. طبعا هو فعلا ذكي كفايه انه يعطيك هذا الشيء، بس في فكره ما حدا عم يستوعبها معي تماما. يعني هذا الشيء مستحيل يكون بديل للانسان. ميدجورني او هذا البوت اللي اشتغل ما له عم يشتغل وما انوجد من دون الانسان. هو الانسان خلق قمه الخلق، مستحيل ليكم في شيء يستبدلك لك. فلا تاكل هم ولا تتلبك ولا تقعد تسمع هاي خزعبلات تبع معقول. اوه واو، خلص راحت الوظيفه منا، نحن المهندسين المعماريين صفينا على جنب. لا اخي، مالك صفيت على جنب، بالعكس انت بالمقدمه. لما انت تعرف بس شو تستعمل هذا الشيء لصالحك كمهندس معماري. كيف رح نعمل هذا الشيء؟ رح اعلمكم بعد شوي. طيب، اول شيء نحن لازم ندخل على موقع الديسكورد اللي هو البرنامج اللي رح نشتغل عليه. رح نكتب بكل بساطه discord.com، نعطي انتر من لايت لعنا هذا الموقع، فبنقول له داونلود فور ويندوز، بنكبس عليه، بعدين بيطلع لنا رابط تنزيل، بننزل البرنامج اللي هو حيكون عباره عن هذا الشكل، وهي راح تكون الايقونه تبعه. بعد ما انت تنزل البرنامج راح يكون هون في عندك لائحه بتخليك تعمل تسجيل دخول، فانت بتدخل بتقول له اعطيني تسجيل دخول، ببعث لك فيريفيكيشن كود على الايميل تبعك، بتفوت بتاكد حسابك، وهيك بتصير انت قادر انك تستعمل هذا التطبيق بالطريقه اللي بدك اياها. هلا كيف فينا احنا نضيف الميدجورني بوت؟ كمان بكل بساطه بتروح تفتح صفحه جديدة وبتكتب midjourney بهي الطريقة .com. بعد ما تفوت على هذا الموقع رح يطلع لك هذا الشيء. انت كمبتدئ بتروح بتقول له join the beta، بس قول له join the beta لحاله رح يفتح التطبيق تبعك، او انت بتقول له continue with the application بيفتح التطبيق تبعك على البوت تبع midjourney. طيب خلونا نعرف كيف بدنا نستعمله. قال انت بتروح تكبس على هي اللي هي البوت او التشانل، هي هون بيكون عندك قائمه التشانلز تبعك، فانت بتدخل لهون بكل بساطه بتروح بتختار وحده من تبعات النيوبيز. تمام، فانا راح اختار على هي النيوبيز وبيجي لهون لهذا المستطيل. قال هذا المستطيل بكل بساطه راح اكبس فيه بقول له اعطيني سلاش واكتب كلمه اول شيء ايماجين، بعدين اعطوه مسطره. هلا نحن راح نكتب الوصف تبعنا في حال حبيتوا توصفوا شيء بشكل دقيق ففيكم تعملوا هذا الشيء، او الطريقه الاخرى انا حاليا راح اكتب شغله كثير يعني انه جنرال بس مشان اورجيكم كيف. مثلا مودرن فيلا اون اي هايل على سبيل المثال، راح اعطيه انتر. فانا هلا شو راح يحط لي؟ راح يحط لي انه ويتنج تو ستارت. اوكي، هون راح يحط لي هلا نسبه مئويه تقريبا بتاخذ من بين 3 ل 4 دقائق، ممكن اقل ممكن اكثر حسب سرعه النت عندك او حسب الضغط على البوت بيطلع لك النتيجه. حاليا هلا هي 0%، نستنى شوي لحتى يطلع لنا نتيجه معينه. مثل ما احنا شايفين احنا هلا عندنا البوت تبعنا حيكون
اول الاوبشن تبعها حيكون هايلايتد تمام. بهي الطريقه في حال يعني العالم صارت تستعمل شيء ثاني، ففيك ترجع لفوق تعمل سكرول فبتلاقوا انه شو موجود عنا هايلايتد. طيب بعد ما يطلع عنا 100% هو ما بيضل بينزل، متى ما صار عندك 100% بتلاقي لحاله وين طلع، بتلاقيه صار طلع تحت اخر شيء، هو رح يعمل لك شيفت داون. اوكي هلا حاليا شايفين كيف 100 تقريبا 60%، ننطر شوي لحتى يكتمل كله. شايفين كيف اختفت؟ معناته شو صار؟ معناته انتهت. فانا بنزل لتحت للاخير بلاقي حط لي اياها بهي الطريقه، مثل ما انا شايفين حط لي اربع فاريشنز للخيار اللي انا اعطيته اياه. طب حلو كتير، قال هون في عندي شويه شغلات، شو هن هدول؟ قال في عندي اليو اللي هي بتعبر عن انه انت تسحب الصوره هي مثل ما هي بالدقه الاوريجينال تبعها، او يعطيك فاريشن لوحده من هدول الصور. طب هدول الارقام شو هن؟ قال هن عباره عن واحد بهي الطريقه، عباره عن واحد اثنين ثلاثه اربعه. فانا اذا ضغطت على اليو واحد فراح يعطيني شو؟ هيقول لي انه انا راح نزل لك الصوره الاولى، اعمل لك لها ريندر بدقه شو؟ بدقة كاملة. اما اذا بدك مثلا انت بتطلع ان وحدة عجبتك وبدك تشوف خيارات مثلها اكتر، فانا حابب مثلا اقول له عطيني الفاريشن تبع الاربعة، فانا بروح بقول له عطيني تبع الاربعة، فبتلاقوا شو صار يعمل؟ صار يعطيك شغلات الجديدة. هلا حاليا انا عندي صار في مشكلة لانه شو عملت طلبين ورا بعض، فانا رح بستنى خليه. شايفين كيف اخذ الفاريشن تبعي اللي كبست له عليها؟ هلا بلش يطلع لي اياها. هاي الفاريشن صاروا 100% بهي الطريقه. نطلع فوق شوي، هاي الاساسي تبعنا، بننزل لتحت. هاي الفاريشن صاروا عندي كاملين بهي الطريقه. لاحظوا انه وحده كل وحده مختلفه عن الثانيه، مثلا طلعت هلا باللاندسكيب او بشوي بس بشي بسيط بشكل الفيلا. اما الشيء الثاني اللي هو عم يحاول يعطيني الرابط للفول ريزولوشن تبع الصوره اللي انا اخترتها بالبدايه كرمال نزلها. طيب لتفاصيل اكثر، استاذي عبد الرحمن الخمسي فيكم تدخلوا على الفيسبوك، رح احط لكم رابط المجموعه بالجروب. عمل مجموعه بكل بساطه بتهدف لحتى الكل يشارك بهذا الشيء اللي هو artificial intelligence تمام، ونعمل شوية كودات نتعلم كيف نحنا نطلع هي النتائج يلي انتو عم تحاولوا توصلوا لها. بتلاحظوا انه حاطط لكم طريقة عمل حساب لحتى يساعدكم بهي المعطيات، مثل ما انا شايفين العالم عم تشارك، فبتمنى كلاتكم تفوتوا وتنضموا وتشاركوا لحتى تستفادوا بأكبر قدر ممكن لحتى نستعمل هذا الشيء لفائدة للكل. بس خلوني احكي شغلة كتير مهمة بالبداية، الشق الوحيد او الفئة الوحيدة اللي ممكن يستغنوا عنها العالم بسبب الذكاء الاصطناعي الفئة اللي ما لها متعلمة، انه هذا بكل بساطة جاي ما له عارفان عم يكتب له كم كلمة عم يطلع شوية نتائج، اوكي تعال ناقشه بهي النتائج، تعال طبقها، تعال ساويها على الواقع، تعال اعطيني الرسومات تبعها، تعال اعطيني المساحات تبعها، تعال اعطيني التفاصيل تبعها، هذا منين بده يشتغلها؟ طبعا رح يقلعوا يلا. اما الانسان الواعي فهمان يعني متعلم برامج، اللي فات على قناتي يتعلم 3 دي اس ماكس، يتعلم الفوتوشوب، يتعلم الاوتوكاد، ما عم اقول لك لتيجي لا 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 ابدا، مو دعايه لحتى تيجي لقناتي، لا بس لازم تتعلم انت هي البرامج. اسهل طريقه انك تفوت على قناتي، انا بس حبيت ساعدك بس مش اكثر. بكل الاحوال صديقي المعماري صديقتي المعماريه، من جورني ما راح يجي بدالك ابدا طالما انت شاطر ومتعلم واثق من نفسك. كيف يعني شو اللي بيخليني انا واثق لدرجه اني اتغلب على الذكاء الاصطناعي؟ حبيبي الذكاء الاصطناعي ما بيعرف التفاصيل تبع مشروعك، في المساحه تبعه، الابعاد تبعه، ما بيعرف شكل المسقط. يعني تخيل انت مثلا فوتت، اوكي ماشي رسمت له سكتش، سويت له كذا، يلا اعمل لي نتيجه. انت عارفان انه هدول الخطوط نفسها رح يطلعوا من هذا المسقط، هدول الخطوط نفسها رح يطلعوا من هذا السكتش، عارفان الارتفاعات، عارفان التفاصيل، عارفان القصص التنفيذيه اللي ممكن تصير معك في هذا الوقت. هذا الشيء مستحيل لحد الان، هذا الشيء مستحيل، وانا اتوقع حتى لقدام كمان مستحيل، لانه المعطيات اللي عم تفوت فيها انت بالواقع غير تماما عن شيء اسمه ذكاء اصطناعي. الذكاء الاصطناعي هو عباره عن شيء، هو عم يقول لك سلاش ايماجين تخيل، بس هو بس عم يعطيك معطيات، عم يعطيك افكار وياك خزينه البصريه. كثير من عالم رح تعرف انه هذا الشيء رح يكون مثل نهضه لها، بس بدها تكون اجباري متعلمه تمكن معلوماتها، مو مثل هدول العالم يلي يلا بلا ماكس باي باي ماكس باي في ريم فوتوشوب باي باي اوتوكاد بلا 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 الى اخره، بيجي بيكتب لي كلمتين والله تجربتي مع الذكاء الاصطناعي اوف تعال شوف هذا شغلي، يلا اعمل بورتفوليو. بس شو بدك تسمي البورتفوليو؟ احمد ذكاء اصطناعي، احمد ارتفيشال انتليجنس.
هيك بدك تسمي لك ما رح نحكي على العالم. بكل الأحوال أصدقائي بتمنى بليز بإن شاء الله شيلوا فكرة من بالكم إنه هذا الشيء رح يستبدل الإنسان، رح يساعده، ممكن يكون ضده، ممكن يكون مع سيف ذو حدين. إذا أنت كمشت هذا السيف بالطريقة الصح تعرف كيف تستفاد منه لأقصى درجة ممكنة، وأنت فعلا تتخطى غيرك بمراحل، حرفيا هذا الشيء ممكن يصير. كيف؟ فنحن كيف فينا نستخدم هذا الشيء لصالحنا؟ أوكي، بكل بساطة أنا عندي مشروع، عندي معطيات معينة، رحت كتبت على ورقة شو الشيء اللي أنا بدي إياه من هذا المشروع، كذا كذا كذا، مواصفاته، أبعاده، كذا، والإنسان اللي قياسات. أوكي، هي أنا هلأ عم بستفيد. هلأ بعد ما أنت تخيلت الشيء اللي ببالك، أوكي، روح شوف هذا الشيء رح يطلع مثل ما لك متخيل على الميدجورني ولا لا. إذا طلع مثل ما بدك فكان كتير منيح، معناته أنت شغلك صح أمورك كلها بالسليم. إذا طلع عكس ما بدك غالبا رح يطلع أحسن من اللي بدك يا، مع variations أكتر، مع تنوعات أكتر، خيارات. فأنت ممكن تأخذ هذا الشيء، تأخذ شوية معطيات من اللي عطاك هون، تروح تطبق مشروعك. مو كل شيء رح يكون تماما 100% رح يتطبق معك، ممكن هذا الشيء يكون مخالف لقوانين الدولة اللي انت قاعد فيها، او ممكن مخالف لقوانين بلدية المكان اللي انت قاعد فيه، او المشروع اللي انت طرحته او اللي بدك تشتغل فيه. تمام، فانت ما فيك تاخذ كل شيء حرفيا، فما في هو يستبد لك، انت اللي عم توجهه. فانت يا بتوجهه مثل ما بدك وبتستفيد منه، يا ما بتخلي الوهم يسيطر عليك وانه راح يستبدك والعالم تصير تستعمله تقول لك يلا اطلع من الوظيفة ما بدنا اياك. لا، ما حدا يفكر هيك شيء، بعمره ما راح تصير، خصوصا بغير اختصاصات، ممكن بروجرامينج مثل ما حكينا، اشياء اخرى، الجرافيك ديزاين الى اخره. يعني ما في شيء بيعطيك فاريشنز، اوكي بيوسع لك خزينتك، بيوسع لك خيالك، حلو، بس ما تعتمد عليه 100%. اذا بدك تعتمد على شيء عم يعطيك نتيجه 100%، يعني شغلات قمه الكسل، فانت عارف حالك انت عم تنضر، بتستفيد انه عم يجيك خزينه بصريه، بس بنفس الوقت كريات مخك بشو عم تشتغل؟ عم تشتغل بس كلمات اللي عم تفوت، وانت عم تفوت تقلب بالصوره، just scrolling through. يعني ما في شيء ابداعي، عرفت كيف؟ رغم انه الصور حتكون فوق الخيال، بس انت فعليا خلايا مخك تجمدت، خلاص صار في شيء عم يشتغل غير مخك، صار المخ تبعك هون بالكمبيوتر بالميد جيرني اللي عم فكر عنك. فانت خلص انتهيت، انت اذا بتنحط بموقف معين مواقف الحياة خالص. اعطيك العافية، والله جيبوا لي كمبيوتر عليه ميد جيرني لشوف طلع لكم نتائج حلوة. Come on man, what the fuck. شغلة تانية انا كثير لاحظتها بالموضوع، يعني حرفيا رفت فوت على التيك توك او انستغرام او فيسبوك بالفترة الاخيرة بسبب هالكمية اللي العالم ضاجت فيها انه تجربتي. يا اخي اوكي، حلو انك تشارك تجربتك، وحلو نحن نشوف التطور اللي عم نمشي فيه، بس الفيسبوك صار يعني حتى الصورة الشخصية صارت كلها فلاتر، افاتارات، رسومات، شغلات عم الاي اي جنريتد، شيء مقرف. يعني محينا شخصيتنا وحطينا شخصية تانية الكترونية بدالنا، ليش هذا الشيء عم يصير؟ اتمنى تكونوا استفدتوا جدا من هذا الدرس، شوية معلومات سريعة، ما تظنوا طولت عليكم، لكن هذا الشيء كان كتير مهم، ويا ريت نحن نرجع نلتفت للحياة الواقعية، نرجع انسان، ما لنا آلة، وي ار نوت ماشينز، وي ار جاست هيومن بينز، اوكي؟ Okay, so let's go. بنهاية هذا الدرس بتمنى تكون استفدتوا، بتمنى كتير كتير انه تكون فيديوهاتي منيحة بشكل كافي لكم، التفصيلات اللي فيها، الشرح البسيط اللي عم يكون، طريقة تفصيل الدرس، بتمنى كتير جدا انه تجتهدوا على حالكم وتنسوا شيء اسمه ذكاء اصطناعي، بل تستفيدوا منه، تنسوا بالنسبة للعلم تبعكم، روحوا تعلموا علم حقيقي، تعلموا علم ملموس، ما تتعلموا شيء just out of imagination. اوكي، كالعادة خليك مهندس معماري، خليك مهندس معمارية، وثقوا بحالكم مو بالميدجورني. سلام.